بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. معلومات هامة خاصة بامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي. بالنسبة لنظام الكتب الجديد، طبعا اتغير محتوى المنهجين، وإن كان تم تغيير الصف الأول الثانوي بالكامل وتعديل في محتوى منهج الصف الثاني الثانوي. هنبدأ بالكلام عن الكتب الدراسية ومحتوى المنهج. الكتب الدراسية سيتم طبع كتاب الصف الأول الثانوي وسيسلم للإدارات، أو إن كان قد تم تسليمه بالفعل. الكلام ده من مؤسسة لونج مان اللي هي المؤسسة المؤلفة للكتاب، تمام؟ طبعا الكتاب بتاع الصف الثاني الثانوي لن يتم طباعته، ولكن سيكون هناك نسخة إلكتروني، يعني هيستلموها الأولاد على التابلت. أما بالنسبة لتابلت الصف الأول الثانوي فمش عارفين لسه هيوصل إمتى. بالنسبة لكتاب الصف الأول الثانوي يحتوي على 6 وحدات جديدة للمنهج و6 فصول للقصة بانضمام فصل لكل وحدة. وطبعا بالنسبة لمواصفات الامتحان لا يوجد أي وصف للامتحان، لا أحد لحد الآن يعرف كيفية الامتحان، لا يوجد أي وصف للامتحان ولا الامتحان هيجي إزاي. لذلك تنبيه على المدرسين إن هم هيشرحوا المنهج دون الالتفات إلى كيفية الأسئلة. طيب المفروض يبقى في دليل معلم عشان المعلم يشتغل عليه، قال لك ولا ده برضه، مفيش حاجة اسمها دليل معلم، برضه ده مش موجود، دليل المعلم مش موجود إلى الآن. طبعا المطلوب بقى التدريب على كل أنواع الأسئلة، إنك أنت هتدرب الطلبة بتاعتك أو إنك أنت كطالب هتبدأ تتدرب على كل الأسئلة، وتشوف المدرسين أو تشوف الكتب الخارجية شغالة إزاي بالنسبة لموضوع الشرح والأسئلة، وده فيه أسئلة اختياري وده فيه أسئلة تفكير نقدي وده فيه أسئلة مثلا على حسب كل سؤال وإيه ونوعه. فمثلا أنت عندك فيه أسئلة ثابتة ما بتتغيرش، يعني مثلا زي أسئلة الاختيار، ما ينفعش يبقى فيه امتحان من غير اختيار، ده موضوع ثابت وما فيهوش كلام كتير، لازم يبقى موضوع الاختيار ثابت بالنسبة لأسئلة سواء كنت أولى ثانوي أو كنت تانية ثانوي، تمام؟ اما بالنسبه لاسئله القطعه برضو هتبقى ثابته معانا، اللي هي الكومبريهنشن اللي هي القطعه الكبيره اللي هي الباسج، دي موجوده معانا في كل امتحان، والترجمه كذلك هتبقى موجوده في كل امتحان، والباراجراف نفس الموضوع هيبقى موجود في كل امتحان. هتبقى مشكلتك بقى في ايه بقى؟ هتبقى مشكلتك في مثلا ممكن يزود قطعه صغيره اللي هي املأ الفراغات زي اللي شفناها السنه اللي فاتت او لا، على حسب، ما انت احنا لسه لغايه دلوقتي مش عارفين هم ناويين يعملوا ايه. طيب بالنسبه برضو لاسئله المحادثه، هل في محادثه ولا مفيش؟ مواقف، هل في مواقف ولا مفيش؟ نفس الموضوع، هل هيبقى في مثلا هيزود الباراجراف يخليه باراجراف وايميل او كده ولا لا؟ كل دي حاجات ايه محتمله ووارده. هل هيعمل اسئله فايند ذا ميستيك زي ما الكتاب المعاصر بينزل، او هل هيعمل اسئله ري رايت اللي هي اعاده كتابه الجمله مستخدما ما بين الاقواس؟ كل ده وارد، لذلك يجب التدريب على كل جميع انواع الاسئله من هذا الشكل علشان الطالب يعرف يشتغل. وهيبقى التركيز على محتوى المنهج نفسه، يعني انت هتركز على محتوى المنهج، المنهج عايز منك ايه؟ ايه المطلوب؟ هو عايز ايه بالظبط؟ يعني عاوز يوصل للطالب ايه؟ عاوز يعرف الطالب يستخدم ازاي؟ طبعا هيتم شرح المنهج بالكامل على القناة بتاعتنا من كذا كتاب، يعني على الاقل هنشتغل من 3 انواع كتب، هنشتغل مثلا من جيم، من المعاصر، من ذا بيست، ممكن من بيت باي بيت كمان، علشان نشوف افكار الكتب كلها ونتدرب على معظم الاسئلة اللي موجودة. تعالوا بقى بالنسبة للقصة المقررة. بالنسبة للقصة بقى احنا عندنا قصة طبعا في أولى ثانوي نزلة جديد السنة دي اللي هي قصة الكنز. طيب هنعمل ايه في القصة دي بقى؟ القصة دي هتدخل في الامتحان، بس هتدخل ازاي؟ مش هتدخل عن طريق الأحداث ومين قتل مين ومين خد الكنز من مين ومش عارف مين عمل ايه، لا مش هتبقى بالشكل ده. أمال هتبقى ايه بقى؟ قال لي هتدخل في الامتحان ضمن المفردات والتراكيب،
يعني هياخد كل الالفاظ وكل الكلمات بتاعتها ويجيب عليها اسئله، تمام؟ يعني مش اسئله احداث، مش اسئله احداث، هيبقى اسئله باختصاص المفردات والتراكيب. ليه بقى مخرم؟ هو اصلا بيدرس القصه على اساس ان هو تعلمك انت تراكيب وتعبيرات ولغويات، مش هو عايز بقى يقول لك مين اللي خد الكنز ومين اللي خبى الخريطه ومين اللي خطف مش عارف ايه، لا هو مش عايز الاحداث، الاحداث دي مسليه ليك انت علشان تحفظ بيها الكلمات او تساعدك على حفظ الكلمات. لذلك التركيز هيبقى على ازاي انت تستغل الفوكاب بتاعه القصه، وهو هيجيب عليها اسئله من خلال تشوز بقى، من خلال سؤال جديد هيخترعوه. طبعا في طبعا حاجات جديده كده كده هنعرضها ان شاء الله مسبقا، يعني سنه سنه بس، اول ما ايه اول ما تبدا تبان الايه الحاجات اللي هم هيشتغلوا عليها، تمام؟ طبعا بيقول لك بقى جاري تدريب المدرسين على المنهج الجديد، فبيقول لك احنا مش بنشتغل عبث، لا المدرسين بيتدربوا. طبعا مع ان انا مثلا في مدرستي مفيش حد بيتدرب ولا حاجه، وشكل الناس دي بتضحك علينا، وانتوا في مدرستكم المدرسين موجودين اكيد ولا ايه؟ يعني طمنونا، انتوا عرفونا في مدرسين فعلا في غيبه بتتدرب ولا ده مش حالك ولا ايه بالظبط؟ احنا مش فاهمين هم عايزين ايه ولا قصدهم ايه بالظبط. المهم بقى ان هو بيقول لك جاري تدريب المدرسين على المنهج الجديد من داخل تدريبات خاصه من مؤسسه لونج مان، المؤسسه المؤلفه للكتاب. طيب الهدف من المنهج بقى ليه بقى الموضوع ده؟ قال لي تدريب الطلاب على ممارسه مهارات اللغه. انت لازم تمارس مهارات اللغه، يعني عايزك تتكلم انجليزي وتعرف تتكلم انجليزي كويس، وانك انت مثلا ما تالفش حاجه، انك انت مش لازم بقى تحفظ سؤال معين وتجاوبه لي، لا انا عايز ممارسه لغه، عايزك تعرف تمارس اللغه بكافه اشكالها والوانها، وتعرف تعبر وتعرف تكتب وتعرف تستنتج، وعايز منك كل الحاجات دي بشكل لغوي وليس بشكل سؤال واجابه. طيب كمان عايز ايه كمان؟ عاوز يقول لي تنميه مهارات الطالب في الكتابه، انك بتعرف تكتب كويس، مهارات مش عارف ايه، نقطه الحاجات بتاعت الباراجراف العاديه، واكيد بقى ان هو عاوز الفاظ وتراكيب اخرى. الاستماع مع التركيز، انك تقوي مهارات الاستماع عندك، انك انت تعرف يعني تستقبل وتصدر في نفس الوقت، فانت تبقى في استماع مع تركيز على مهارات التواصل وتحديثات القرن ال21 الجديده اللي هي ممارسه اللغويات الايه؟ الجديده. تقريبا ده كان كل حاجه هم نزلوها، دي المعلومات دي جايه من مؤسسه لونج مان نفسها اللي هي الصادره للكتاب، ودي كانت اخر حاجه عرفناها. هنوفيكم بكل جديد، شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.